بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يوم دي بقى لنبو تامعنا غن أتمم وغن واسلتو و لنبو تامعنا يعني لحلقة قدم للعلاد دي بصبر دي بدعوات والأنبياء كفوا أصبروا ومع ريتهم ولما شكلت دعوتهم لتواجه وأقلهم كمان تعرف حتهم لتواجه كفوا قلت كبو تبوم كفوا قلت واجه وابوم من قلت دوبوم ومو دو أنبياء قدمينا على والنبي صلى الله عليه وسلم كمان كفوا ده صورة خاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دي بقول لك نتهاجر شرط يكونيني وضروري يكوني كمان يقول إنسان دعوات لقدم وقتيا يقول لركب أو التحياته يقول لركب لا في ليلة بهلو ولا في الليلة ودايو ولا نتيجات تا ودايو قلت الدنيا وبحياته ده لا تنوس يقول لرأيو أحيانا ضروري وكبيل أو ذاته يقول مي ممكن الإنسان موت من قبل ما لدعوته وهتر اللي بالله على وهتر ودي على بنيت وخلاص وبسنيت وربلت على الدواء النبي صلى الله عليه وسلم لتتبع صنعت قوات من قبل بإذن الله عز وجل موت ما من قبل برضو إلا قرهو الشقة وقرهو صلاح تابعته وقرهو إن شاء الله نافع. عشان كده الإنسان لدعوات لقدم يعني يقول اصبر بو من العريو لا دعوات من العرو اقل من العري واقل مين الانبياء كمان قدميه من هنا اللي شرفوا واكرم درجات واعلى منزلات ورب الجنة لبشر يوم وحي من رب العالمين لما توم على توم ازامة يوم ابو الداي من قبي وبهل من قبي قول من قبي وفعل من قبي تهاقوا تعايروا دابتوا كوي ودوا كل شيء ودوا معنا والله سبحانه وتعالى بيلا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون بين الله سبحانه وتعالى قدم اللامة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ده خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم قدميك الأنبياء لما تعو أي رسول قدميك الأكناه ساحر انت بيلو مجنون انت بيلو و اللي انت ما تقول لي كذب ابوناي على لدين الدين جديدته ربو فرات بلانا سلامي تعبدت بلانا سلوت بلانا استغفرت بلانا من اموالكم هبت بلانا ومت بلانا حلال ودوت بلانا عقد ودوت بلانا اللي هي اللي ينقبلوا انت بيلو ولا هي اللي نوص يعني جانا سحرته وانت مجنون بديبك جن بديبك ودحنكي عليك لبيلوهم ذي الانبياء هلو وقال النبي صلى الله عليه وسلم كمان كم سلعوا بيهو وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكمان أعداء تخلقوا بك حتى ديت وديهم دي مالهم ديت متهم دي أرواحتهم ديت متهم كيت ديت بالله مجرد ما تم اجتمع ربو فره إلا حرامت ولا حلالت بيك من قبل ورو مجرم ورو أنت انت حتى ديت وديه اللي تحسايته اللي تك انتو اسيتك انت امك انت ابوك انت تك انتو يعني اقول لك ان بالله اقول عداوة الرسم عديل مثل كانت ولا كان ترديس كان كانت عدم يا كباتر ولا انت لبي الكا كان يقلق تحسر حد و ولا ما كانت كاين ودي ولا الرسول صلى الله عليه وسلم عداوة نسوه مسلم دينا قل له بدلتو هذا بي الكا من قبل يا جماعة لا عدات لنا هنا لا سر اكيد بيركون قبل عاداتنا كوسنيت تبونا كويا معلوم تمعنا كويا على البلد دامنا عاداتنا اللي تقرم وسنيتنا يا نباري دين لتوافق وعقل لتوافق ومرة قرم هلي من الناس يبا وانا استفيد منه ومنا عرفيته وعرفت اللي تبال تعمى عدنا وتعمى شريعة لتناس يبا لا سنيت لكن حاجات اللي رب اللي يقبل له والنبي صلى الله عليه وسلم اللي يقبل له والنبي صلى الله عليه وسلم اللي يوديه ودوه اللي يبيله ونوصل انت بعد اركبها كم بعد اركبها من قبل حاجات اللي انا ندي يسميها اعداد بتحتها الليل شريعة لا تخالف اي حاجة مسئلة ديننا لا يتوافق
ويقول لك كتاب ربنا لا تحترق، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحترق، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بها، ورب العالمين لا يأمرنا بها، ورب العالمين نهينا منه كمان. يعني ده من ضمن مثلا مثال بسيط كمثال هيبة دي بكاية لو ودو سلام فارس موتى من قبل أنس بابرا عن قبا أو ما أو قبل تروح تموت في الصيف اللي وديه ويورا بانا اللي بلا وبكاي أكثر من اللازم واعتراض أها اللي كله يعني قدرنا يا رب العالمين بدون مخالفات بديه صار له لك العادات ناتو أنا وصف فلان فلان نعمل فلان موتى يعني سروم حال حردو عسر وقت الحردو حمس وقت الحردو قلو ودو وفلانات يبكيت فلان لو مودا وفلان كني مودا وفلان الا اشياء الا هليت حاجات الا سعاد لا تمثل ولا مخالفات لا بدي ولا اشياء لا رب ريد على الدي الا منا يعني لقنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اتينا وقال لهم مجرمين انت الا حاجات دي وبعد اركان من قبي ايوه الا انت لا بونا وانت لا بعبوداتنا ولا عاداتنا ولا سنيتنا واحنا دين بمتئنا حديث بمتئنا مش دين بمتئنا ندبي له وقال النبي صلى الله عليه وسلم عدو بتخلق قلو وقال الإنسان لداعية كمان لأنه المجد تبقى بين النبي أبد هلا والنبي صلى الله عليه وسلم إن كيت ما تأتو إن عداوة خلقت قلو وعداوة ودو وعادو و يعني وأذو أذو الدوق العلو صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أنت ما قلت بقى يعني قدام بده اللي بلاك قدر وبده اللي إزيك قدر ومدرت اللي ديك قدر وعداوتك اللي إنسان مسك قدر تقول مين لأن حتى يبيرك بس فقط نرب العالمين ميرك أدي هلا أور أور هذا من لهم شيوعيين علمانيين بعثيين يعني إسلامية تو أي شيء لكن إنسان بس إسلامنا اللي بل يقول إسلامنا اللي حيسنا اللي ديننا اللي حيسنا دي بربنا لا بل رب لا بيلا بن ب ورب لا بيلا لا نيدي هنا إن إلا قبل ربي ثقنا لا تنافع إن النبي صلى الله عليه وسلم لا بيلا لا نتبع رب العالمين ما بيلنا يو هنا إسلام هنا الدين جمعنا لديننا اللي حيسنا الهجياء واللي تفرقات ولا عنصريات ولا قالي ولا يعني اجتهادنا آراء ما خا يعني مثل دين خالف كله كل ده قدامنا منه ديننا نعبر غير كم من قبل قلت له بلاك يا اخي انت الدين لك اقل متبل هنا برنامج دين وكان اشياء بعد بنا وقدام هلا مثلنا ومبنا وجوار بنا ودين كالي بنا وقل البلاك هنا هو الدين كالي بنو سي نعترف الدين لكالي صلاحيته انتهت بقى انبياء نعترف وشريعات بدل على دي اللي الدنيا الا ودي بل زمان اللي مبل ديننا النبي صلى الله عليه وسلم بل دين الاسلام دين بعد على ابوه فإلا اللي بلو كمان عداوات أدى عداوات نوع جديد هلا كم سأل عداوات لهم كان أبو جهل وكان أبو طالب ولا وذي قريش اللي علو وكان مسيلة من كذاب لهم دي قبل أدى مسيلة من هاي اللي عسر اللي هلا دي بلي زمان اللي هلا وهلا ودي بلي زمان اللي كمان عداوات حداس اللي بكتابة قبلات وكاتبه بتشويه قدمي كشوهه وبقلق قلمه ودو بدأت حاجات هلا حتى كان لكن حتى كان من التهجية وبقى بيا من التهجية العيس النبي صلى الله عليه وسلم كم سأل أزوه كم سأل حاول وذيبه أي داعية صبر قلي ده وتحقق الأصبر ضروريته إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا يعني رب العالمين يعني القرآن ده النبي صلى الله عليه وسلم تنزيل كرر حتى مرة تتكرر ها و بيقول له القرآن ده تكرر دي بوحي ده ما تقول آذو وعلو هي من رب العالمين ما النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق من رب العالمين مباشرة وحي ما تعالى ويقول له القرآن إلا ده تكرر دي بو القرآن ده ما تقول لا آذو وعلو إنسان ده عياد دي بقول زمان لهلا كفو ما إلى آذو آخر حديقة باللي إذا رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم بيلي فأصبر لحكم ربك يعني فأشكر نعمة ربك وبيلي على لكن فأصبر لحكم ربك بيلي إشارة دي اللي قال لأنه قرآن يعني اللي قرآن بلا مدي صبر لأتحدي وأذيات بالتمتعوته أنا رب العالمين كم سألي بيلا والنبي صلى الله عليه وسلم ضطو ودم كعمنو نوجو ودي حتى دي حد أبطوكم على رأيكم بمعركة لكن مثل اللي كله ودي بالطائف كمان ومن لا كفو ورجل النبي صلى الله عليه وسلم
مثل له كله تلحو رحيم على رؤوف على اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون البعث صلى الله عليه وسلم. فإنسان لداعية يعني صابر قل لك بابه ومحتسب قل لك بابه بإذن الله عز وجل. أي أذى أي لأواء أي تعب أي مصيبة أي صنعت مضرات لبديبة وصنعت انتقاص لبديبة ابهجا من قبي كما لا بينا وبداي من قبي وقال من قبي بقدر الإمكان ربي إن شاء الله كهلا لها بنا وصبر لها بنا وحيلت لها بنا ويا ربي إن شاء الله تكبت منينا ويا رب قبول من رب العالمين. يا الله تقبل منا القليل وتجاوز عنا الكثير يا رب العالمين يا رب العالمين. تتكبت منينا عند بيلنا لا تسمع عليكم كلهم إلا قاية تسمع عليكم من دعاكم يجترى السعوني يا رب ربي إن شاء الله أغفر قلوبه له يا رب دي ربي ديما دي حسنات لي ديبه له دعوا قلنا مثلكم وانتمكم ألا سمعكم قل لا حولنا وقل لا ولادنا وقل لا قدامنا وقل لا مسلمين قلت تذكروا. بارك الله فيكم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.